كميات من مادة الهيروين الخام للبحرين، الهدف منها التجارة في المملكة والترويج. فقمنا بالتحري عن مصداقية المعلومة إلى أن وصلنا هناك جدية في المعلومة، فقمنا بإخطار النيابة العامة والجهات المختصة، واستصدرنا أذونات على القبض وتفتيش الأشخاص. وبالفعل حددنا العصابة كاملة، فيها 3 أشخاص من الجنسية الأسيوية وفيها مجموعة من البحرينيين. هل تم ضبط أي مواد أخرى موجودة في الموقع؟ تم ضبط بعض الأجهزة التي تستخدم في الترويج، على سبيل المثال المطاحن اللي تستخدم لطحن مادة الهيروين الخام لكي يتم ترويجها في البلد، وبعض الأجهزة الأخرى معها. المقدم مبارك، في إطار الشراكة المجتمعية، هل من نصيحة تحب أن توجهها للمواطن والمقيم في سبيل القضاء على هذه الآفة؟ نطلب من المواطنين أي حركة يشوفونها قريبة أو مريبة أن يتم اختار الجهات المختصة، خصوصا عندنا العمليات 999 والباقي علينا احنا، بس هم يخطروننا واحنا بنتحرى من أي معلومة. هو مو شغل المواطن أنه يتحرى ويتأكد، لكن أي حركة يحس فيها شبهة ولا حاجة يتم الاتصال بالرئيسية ويبلغها بمعلومات كاملة. مقدم مبارك من حول